انا بالنسبه لي، بالنسبه للفكر، ما في شيء مقدس. ان يا با دو ساكري بور موا، ما في شيء مقدس، حتى الله، وخصوصا الله اذا موجود. بالنسبه لي الله اذا موجود فهو محبه، والمحبه منا مقدسه، لانه المقدس هو الشيء اللي انت بترفعه تما توصل له. وانا بعتبر انه اذا الله موجود، واذا هو او هي، ما بعرف شو جنس الله، اذا الله خلق او خلقت الناس على صورتها او على صورته، فلتكون الناس حرة. إذا الله خلقت، إذا الله خلقت الكون أو خلق الكون، لن نختلف على جنس الله. إذا الله وجد فهو أسكسوية، يعني ما مفروض يكون عنده جنس. فأنا أصلا رافض مسألة تذكير الله. أنا بالنسبة لي إذا في الله، ما في قدسية على شخص الله، أرفض هذه القدسية، وأرفض هذا المبدأ للتعامل مع الله، أنه الله حدا شيء بخوف، والله حدا عنده تعاليم إذا أنت غلطت بيضربك عيدك وبيطحنك وبيسحقك وبيسحلك. أنا لا أؤمن بالله بقاصص وبيسحل وبيدمي وبيقتل وبقص وبيسجن وبيقمع. أنا أؤمن بالله متسامح أو متسامحة. أنا أؤمن بالله لا يكون لمخلوقيه أو لمخلوقاته إلا بالمحبة والتسامح. الناس عايشة بالخوف، الناس بتاكل خوف وبتهضم خوف وبتصرف خوف، وعايشة بالخوف، بدها شيء تتعلق فيه، لأن الناس ضايعة بالهوى، بدها شيء حبلة تتعلق فيه. بيقولوا هذا معلق بحبال الهوى، الناس بتخاف. أنا بخاف مثل الناس، بس أنا على الأقل عندي جرأة أقول إني أنا بالرغم من خوفي الشديد وقلقي الفكري الشديد، لا أسلم بالمسلمات، لأنه أنا عندي عقل يميزني عن البهائم، مع احترامي للبهائم، لأنه أنا بحب كتير ما يسمى بالبهائم أو الحيوانات، وما بسميهم الحيوانات. عندي هيدي القشرة الدماغية، الكورتكس سيريبرال، اللي بتميزني شوي عنهم، مش كتير، واللي بتسمح لي إنه يكون عندي حرية الشك، يلي هي ملغات بالمجتمعات الأوتوقراطية يلي غالبيتها مجتمعات دينية. مين المجتمع ليشرع العلاقات الجنسية؟ ما العلاقات الجنسية هن حق طبيعي مثل الأكل. طيب كيف ما نعرف ليش القانون ما بيقاضي حدا إذا أكل 5 أكلات بالنهار بدل يعني ما ياكل 3؟ طيب إذا عنده علاقة خارج الزواج بيقاضي ليه؟ يعني في شغلة كتير خطيرة عم بتقولها. خطيرة عليك؟ خطيرة عليك؟ خطيرة عليك بس أنا لقلي مش خطيرة. كيف أنا نعرف هيدا مين بيو ومين أمه؟ في DNA، الحمض النووي، دي أوكسي ريبو نيوكليك أسيد، أسيد ديز أوكسي ريبو نيوكليك. طيب بس أنه بصير فوضى بالمجتمع إلى أول ما إلى آخر. لشان المجتمع شو؟ كتير منظم وكتير لذيذ، ومعروف مين بمين ومين بي مين ومين أم مين ومين فايد بمين ومين طلع من مين ومين ركب على مين ومين نام مع مين. شو يعني انت عم تحكيني مثل كأنه نحن عايشين بمجتمع فاضل المنظر فيه هو فقط واحد اسمه أرسطو او بلاتو. شو لك شو هالمجتمع الزبالة اللي نحن عايشين فيه؟ وين رأى يعني اللي بيسمعك بيقول نحن عايشين بايسلند او بسكندنافيا او بفنلند، بالبلد الواو يلي بتوقف بساحة فيها 1000 شخص بتكب إبرة بتسمع صوتها لأنه الناس كتير حضاريين. أنت عايش بتنكة زبالة. ما رجعنا قلنا أنت عايش بتنكة زبالة كانت وردة عملوها شوكة، واللي بدون ينطفوا الشوك من الورد هني أوسخ من الشوك يلي وسخ الورد.